شكرا. دوك بالنسبة للمنتقصد التومي، عندنا مشروع ربط المنطقة الصناعية المحدثة بالشبكة العمومية التطهير، وهو صاحب المشروع هو الوكالة الصناعية في إطار ربط المنطقة الصناعية. هناك وجود تجمع سكاني محاذي للمنطقة، التجمع هذا ما كانش مطروح ربطه بشبكة العمومية التطهير، لكن في الأخير وبعد عقد جلسات وتدخل السلطة المحلية والجهوية تم الاتفاق على أن يتم ربط هذا التجمع السكاني بالشبكة العمومية التطهير، وتكون هكا المسألة إن شاء الله اتحلت. وتمت المعاينة ميدانية وتم التثبت في مسار الشبكة، وكان الإشكال في مسار الشبكة، وكان في المسار الأخيان بين مشكل فني بين المسار والكياس. دونك مع الأخيان في التجهيز عملنا زيارة ميدانية، وتم مؤخرا فض الإشكال وتفهمنا على مسار موحد يتم على ضوء ربط هذا التجمع السكاني. حاليا المقاول موجود، دونك المقاول نجم يستأنف الأشغال متاعه، معاش إشكال، دونك يتم ربطهم إن شاء الله.